ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي بقى هوريكم شكل الرز وخلاص اتشرب وتمام، بس هوريكم ارفع لكم لقطه. بسم الله، كنت بنكشه شويه بالشوكه كده قبل ما تيجوا، بس ايه قلت اكمل نكش مع حضراتكم تيجوا. بصوا كده جميل جدا. تعالوا بسم الله. اوكي بسم الله، تعالوا بقى ونرفع بقى الحاجات الجميله دي هنا، وتعالوا ايه نبدا في وصفه جميله كده من الحلويات الحلوه البارده سريعه، وخصوصا احنا لسه في فصل الصيف. طيب عندنا كاسات القهوه بالكريمه، كل الناس اللي بتحب شويه تدخل القهوه سريعه الذوبان هنعمل لهم حاجه كده لطيفه برده ممتعه. تعالوا نقول بسم الله، كيس من الكريم شانتي، نقوا نوع يكون كويس. اذا هتستخدموا الكريم شانتي الخام يبقى هنضيف معلقه سكر بودره. طيب عندي تلت كوبايه من اللبن، كيس كريم كراميل، وعندي علبة قشطة العلب، وعندي معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. طيب عندي بقى القهوة بخلط معها ايه خليط القهوة، هي معلقة كبيرة مع نص كوباية مية سخنة، بسكويت مجروش، شوكولاتة مبشورة، شوكولاتة خام يعني اي نوع يعجبك، وطبعا كريز للتزيين ده زي ما حضراتكم تحبوا. طيب هنبدأ نعمل ايه بقى، ناخد كده البول بسم الله، نعمل كده ايه المقادير مع بعض بسم الله. هاخد اول حاجه كريم شانتي، وهاخد معاهم اللبن، خلينا كده نخلط ونشوف كده، وهاخد معاهم كمان الكريم كراميل بسم الله عشان نخلطه مع بعض اهو شايفين. هاخد بس معلقة اللبن كمان ان هو لسه حاسة تحت ايدي جاف سنة، كده كده القشطة هتدي تقلي ليه، فحتى لو خف سنة ما تقلقوش. بس ايه النعناع الجميلة قمر دي، هاخد كده ريحته حلوة قوي الكريم كراميل الحقيقة، برضو ده الجاهز انا مستخدمه الجاهز. ينفع شو بيستري كريم على فكره ينفع، بس هي الكريم كراميل هنا لايق مع الوصفه انها كلها عارفين ايه وصفه كده لايت وخفيفه، وتحسوا كده انها ايه شبابي كده خفيفه لطيفه كده، مش عايزه كريم باستري بقى وحاجات تقيله كده. طيب تعالوا بقى بصوا الخليط بقى عامل ازاي حضراتكم، اهو خليط الكريم شانتي، ننزل القشطه وهنزل بقيه اللبن برضه، بس احنا هناخد الاول الايه القشطه الاول نشوف القوام ونحكم بسم الله. القشطه العلب احنا عايزين القوام برضه ما يبقاش تقيل، عايزينه يبقى خفيف، فخلينا نشوفه مع بعض واحنا مع بعض بسم الله اهو. بصوا بقى لما بحط القشطه الدنيا بتختلف ازاي، شايفين؟ انا شايفه انه ده حلو، ممكن نقطه بس ادي سنه اللبن، وتعالوا نحط ملعقه حلوة من القهوة اهي، ونقلب شايفين حاجة سهلة وبسيطة. نجيب بقى ايه ناخد كده مثلا بولة كمان صغنونة وندوب ادي مية سخنة انا غليتها، وهاخد كده ايه بولة صغيرة، ناخد معلقة قهوة كمان هنا بسم الله، المعلقة التانية اهي هحط فيها شويه ميه سخنه كده، ندوبها بقى شويه. طيب نحط كده شويه كمان وندوبهم بقى مع بعض كده بسم الله، سيبها تهدى بس شويه اول ما اقلب انا الخليط التاني بنقطه لبن كمان اهو عشان اساعد ان الايه القهوه سريعه الذوبان تدي لون حلو للخليط اللي انا ايه حطيته. تلاقوه بصوا لونه بقى عامل ازاي، بقى جميل جدا شايفين، وادي قوام كريمي وحلو ازاي. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي، هناخد بقى كده عندي كاسات كده لطيفه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحاجات دي موجوده على فكره وفي اماكن جميله جدا ومش غالية والله، وأسعارهم حلوة. أنا بحيي الحقيقة
الاماكن او المحلات اللي بتعمل الاشكال الحلوه. ده ازاز شكل، وفي منه اكليريك يعني ما بيبقاش ازاز لو انتوا حابين، بس انا بيبقى دايما عندي تحفظ على الاكليريك شويه في حاجه، ان لما بياخد وقت كتير كتير وبناكل منه ومش عارف ايه بيسيب خطوط كده في البلاستيك او في النوع بتاعه، بتبقى منخبشه، بتبقى شكلها كده كانها مغيمه، غير الازاز طبعا بيبقى ناطق يعني. طيب هناخد ايه بقى؟ ادي بسكوتات الحلوين، طبعا البسكوت ده يرجع لحضراتكم، النوع اللي حضراتكم بتحبوه استخدموه. ناخد بقى ادي بسكوت هنا، بسم الله، احنا طبعا هنعمل طبقات بسيطة كده حلوة، برضو السماكة او حضراتكم عايزينه مجروش، عايزينه اكتر من كده، انعم من كده، دي حاجة ترجع لكم برضو. اخد كده عشان بس القهوة عندي سخنة وانا مش عاوزاه يطرى قوي، حاجة كده عارفين ايه، تاخد الطعم بس، شايفين؟ وبعدين هنا كمان بسم الله، يلا بينا ناخد بقى طبقة من الكريمة، نشيل بقى الواس كده، خلاص احنا كده عملنا طبقة الكريمة اللي احنا عايزينها اللي خلطنا فيها القشطة والكريم كراميل والكريم شانسي اهو والقهوة، وهو ده لمحبي القهوة، عشان اصدقائنا اللي قالوا ايه احنا بتعملوا حاجات وبتحطوا حاجات بسيطة، في ناس بتحب احنا بنحبه قوي، ماشي يعني انا ما اقدرش اقول لكم لا، هعمله علشان ارضاء لكل اصدقائنا الحلوين اهو. واحدة كمان هنا اهو، خفيف جدا، ونرجع نحط طبقة تاني من البسكويت. هنسقي برضو تاني بالقهوة، حاجة بسيطة، هنحط برضو معلقة من القهوة، بسم الله، حاجة بسيطة قوي، طعم بس للبسكويت وتعزز طعم القهوة لمحبي القهوة. هنحط بقى طبقة كريمة كمان، كده هنا، خليني اجيب بس الايه السباتشولا، ناخد بقى الباقي هنا بس نفرد دول كده كويس. هنجمل بقى من فوق برضو، ناخد بس السباتيلا كده هنا، زي ما حضراتكم شايفين كده، ونقفل كمان كملوا بقى فوق، انا هحط عليها ادخل التلاجة بقى شوية يبقى حلو بارد كده وجميل. بصوا كده، طيب بصوا بقى هناخد كمان اللي احنا عاملينهم دول، دول مليانين شوية نوريهم لحضراتكم، دول بعد ما ساقعوا عشان تشوفوا الفرق. واحدة كمان هناخد بقى دلوقتي للتزيين، انا بحب احط شويه بسكوتات كده لطيفه، ممكن هنا شويه نجمل بشويه بسكوت، وهنحط عليه صوص بقى،
شويه كده، وممكن شويه هنا بس في النص، وهنحط عليه صوص هيبقى برضو لطيف للفاتح وللغامق كده كده. طيب تعالوا بقى ناخد، في كمان شوكولاته مجروشه ممكن تبقى على الابيض، شكلها حلو كده. بصوا هنا كمان ممكن اغطي واحد كامل بالشوكولاته، هديكوا كذا اختيار. الشوكولاتة وهنا كمان طيب. تعالوا بقى نكمل كده بإيه، كريزر ناخد كمان واحدات هنا كده، ناخد واحدة هنا كان يعملها كده، وهنا كمان للكريزات والصغيرين كمان اللي هم اللي احنا عملناهم دلوقتي او عملناهم الغامقين اللي هم فيهم نسبة الايقاع في اعلى شوية، نعملهم بقى ايه 2 كريزة عشان يبقى يبقى في تفرقه في الثلاجه واحنا حاطين الحاجه، نبقى عارفين انه في فرق في الالوان او يعني فرق في درجه الايه نسبه القهوه اللي موجوده في الوصفه دي. طيب ممكن بقى صوص بسيط قوي من الشوكولاته نكسر كده، بما اننا حطينا شوكولاته ونقدمهم بقى، بس شكلهم جميل ولطيف كمان طعمهم الحقيقه ان شاء الله يعني ينول الاعجاب. مش عايزين تحط الكافي خالص ولا القهوه سريعه الذوبان دي، مفيش داعي، ممكن نعملها تبقى كريمي كده زي خليط القشطه مع الكريم كراميل مع كده من غير اضافه ده، وهتبقى جميله وطعمها حلو برده، هتستمتعوا بيها جدا حقيقه. الطبقات دي ترجع لحضراتكم اللي انتم عاوزينه اعملوه، انا بديكم بس الفكره العامه وحضراتكم كما تشاءوا. اتمنى يا رب ان الوصفات النهارده تكون نالت اعجاب حضراتكم. والنهارده عملنا الصنف الفراخ الجميل اللي عملناه بالصويا صوص، بالصوص الحلو ده مع النشا وشويه التوليفه الحلوه اللي احنا عملناها دي. عملنا كمان الرز بالبسماتي مع لسان عصفور، وقلنا ايه بديل الرز الحبه وحبه. عملنا سلطه جميله من السلطات زي اللي حضراتكم شايفينها، سلطه الكوسه المشويه بالخليط الزبادي والطحينه والنعناع والحاجات الجميله دي، تتاكل كده جميله. وتعالوا بقى ان ايه، ان اخر حاجه ختمنا بيها هي الحلو الجميل اللي هو حلى او حلو القهوه البارد بالبسكوت. فخلينا بقى ايه يعني، يا رب تنول اعجابكم وتبعتوا لنا تطبيقات الحلوه جدا بتاعه حضراتكم، اكيد هتبدعوا اكتر مننا فيها. طبعا حلقتنا بتخلص بسرعه، ولكن في الاخر او اخيرا اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.